Donc la planification des ressources humaines هو طبعا الموضوع ديالنا في هاد لا فيديو. غيكون ان شاء الله فيديو نحاولوا ما امكن الفيديو يكون قصير باش نحاولوا ما امكن طبعا نشرحوا طبعا ونعطيو طبعا غير فقط ارضيه باش تفهموا شنو هي لا بلانيفيكاسيون دي ريسورس هيومان وتمشيو طبعا تبحثوا عليها بحال اللي كنعملوا في لي فيديوز كامل. كنعطيكم غير ارضيه، كنعطيكم ليكسبليكاسيون اللي ممكن انك تبدا بها القرايه ديالك. ديما كنقولوا ما تكتفيش بسورس واحد، ما تكتفيش بحاجه واحده، ابدا الامور ديالك باش تقدر تكمل مره اخرى تقدر ديفلوبي المسائل ديالك. دار لا بلانيفيكاسيون دي ريسورس هيومان، لا بلانيفيكاسيون دي ريسورس هيومان ولا لا بي ار اتش، elle s'agit donc d'un processus d'élaboration et de mise en application. Donc c'est un processus, c'est un la planification des ressources humaines, c'est un processus, يعني عبارة عن مجموعة مراحل اللي كتبدا لنا بايش بالإلابوغاسيون. الإلابوغاسيون هو أننا نكتبوه، هو أننا نجزو نكتبو، هذا كتجي لا ميز أون أبليكاسيون. سي كوا بلانيفي، اللي كنقولو بلانيفي لي ريسورس هيومان يعني خصنا نعملو لا بريفونسيون ديال ليفيكتيف اللي عاد غادي يجي. هاد ليفيكتيف اللي عاد عايجي انطلاقا من الاهداف ديالنا، واش غادي نفتحوا امور اخرى، واش غادي نجيبوا دي برودوي اخرين، واش 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 واش. وفي نفس الوقت ليفيكتيف ديالنا واش كاين شي ناس ماشيين التقاعد، واش كاين شي ناس غنحاولوا ما امكن اننا نديفلوبي لو بوست ديالهم، نعطيهم نرقيهم اكسيتيرا. اذا لا بلانيفيكاسيون محتاجه l'élaboration ou محتاجه l'application, la mise en application. Et là pour objectif de quoi? De développer le potentiel du personnel. Et là pour objectif le développement de la potentielle de l'entreprise en termes de ressources humaines. Aussi d'optimiser le coût de personnel. Les gens disent optimiser le coût de personnel, je ne sais pas ce que c'est. وان الشركه ممكن ان تجي لها واحد الفتره وشي شخص غيمشي للتقاعد ولا شي حاجه وغيخلي لها فراغ كبير في البوست، وبالتالي خصنا نبلانيفيو بان هذاك الشخص يوجدنا واحد شخص اخر ويمشي طبعا هو التقاعد، ولا حنا نوجدو بان راه عن غوكروتيو اكسيتيرا. كل ما كنتي مبلانيفي مزيان كل ما لو كو ديال الامور ديالك نقص. لو كو مرتبط بزاف بلا بلانيفيكاسيون، كل ما كانت العفاتية كل ما كان لو كو طالع. اذا دابا غنمشيو لليا ما بين لا بلانيفيكاسيون دو ريسورس هيومان وما بين لي زوتر اكتيفيتي دو لا جي ار اتش. اناليز دو بوست، لا ديسكريبسيون دو بوست اي لا سبيسياليزاسيون سبيسيفيكاسيون دي زومبلوا سون تو دو نيسيسير ا لا planification des ressources humaines. Donc, pour planifier notre besoin de personnel ou notre besoin de profil, on doit connaître le poste nécessite quoi. Khassna na'rfou le poste chnou baghi. Yani analyse du poste, c'est un élément essentiel de la planification des ressources humaines. Yemkinchi n'amlou la planification hna ma 'arfinchi aslan dak poste li kihtaj. Wach kihtaj deux personnes, wach kihtaj trois. شنو كيحتاج شنو كيحتاج. اذا لاناليز دو بوست سي ان اليمون اسونسييل دون لا بلانيفيكاسيون دي ريسورس هيومان. ريكروتمون اي سيليكسيون، لاكتيفيتي دو ريكروتمون اكزيرس اون انفلونس سور لا ريسيبسيون دي كانديدا ديسپونيبل لوكيل ا اون انسيدونس سور لي بيزوان اون ماتيير دو سيليكسيون اي دو بلاسمون. ملي كنقولو ريكروتمون sélection, il y a d'abord l'activité de recrutement, tout mais elle a le réservoir, elle a l'idéchardina, mais les candidats disponibles, bêche d'abord, n'jibou hum n'sharika, mais les gens le recrutement et sélection, donc on doit aller comme à ce que nous planifions. ملي كنقولوا شنو حنا بلانيفينا يعني شنو صارت لنا في الجرائد بان راه اون بوزوا كذا كذا ديال 30 ولا 40 واحد. حنا ديجا عاملين في لا بلانيفيكاسيون بان شهر جوج ولا شهر ثلاثه
غادي نحتاجو 30. اذا ما غاد مادام غادي نحتاجو 30 غتجي مرحله اننا خصنا نختاروه والاليات اكسيديا اللي هي طبعا في الغوكريتمون اي سيليكسيون. غوكروتي سي تادير اننا ندخل واحد الشخص من الشركه، نعملو الكونترا ونعملو الاندماج الاجتماعي في الشركه، والسيليكسيون هو انني ننتقاه في الاول، عمليه الانتقاء واش بالبيرو، واش بالامور ديالي ولا بشي بيرو اكسترن اكسيتيرا. لا فورماسيون اي بيرفيكسيونمون، لا فورماسيون اي بيرفيكسيونمون ولا فورماسيون اي ديفلوبمون بحال فعلا. ايد لونتربريز ا بريفوار لي بونيري انسي كو لي سيكتور داكتيفيتي لي بلو سيسيبتيبل داتر توشي بار l'obsolescence des compétences. Donc formation et perfectionnement. Had la formation ou le perfectionnement, c'est-à-dire être parfait, être développé. La formation et le perfectionnement, qu'aide l'entreprise à ne pas les punir. Nax en termes de ressources humaines. عندك نبقى اون بان شي شهر ولا شهرين وجوا اكسيتيرا. دونك اون دو بريفوار لي بونيري انسي كو لي سيكتور داكتيفيتي، وايضا القطاعات اللي كتحتاج الموارد البشريه. اذا فورماسيون اي بيرفيكسيونمون كتعاوننا اننا نكونوا جاهزين واننا نكونوا لو بيرسونيل ديالنا باش ما توقعناش ديك لا بونيري، نقص في الامكانيات، نقص في البيرسونيل. لان علاش؟ لان احنا عندنا ناس مكونين. حتى اذا جبنا واحد كمثال، جات واحد التكنولوجي جديده في السوق، حنا ندخلوا ماكينه وما عندناش اللي خدمه، ما عندناش اللي كيفهم فيها. سيدا دير لا فورماسيون عند اللي مباشره مع لا بلانيفيكاسيون دي ريسورس هيومان. اذا لا بلانيفيكاسيون دي ريسورس هيومان ممكن انني نبلانيفي انني نعمل لي فورماسيون، لأن لي فورماسيون ما جام لا بلانيفيكاسيون اللي ديجا عملتها. اوني بوزوان، اون ا بوزوان د هاد د 4 ولا 5 بيرسون اللي كيفهموا هادي وهادي وهادي وهادي. لا جيستيون دي كارير بيرمي دو روتونير، بيرمي دو روتونير لي ميور اليمون تو اون فالور، évitons le problème de l'obsolescence des compétences. La gestion des carrières permet à l'entreprise de retenir les meilleurs personnels, les meilleurs des personnes ou le meilleur personnel pour éviter l'obsolescence, la diminution, le manque des compétences. Donc pour pouvoir gérer la carrière, on doit faire appel à la planification. C'est-à-dire quoi? Gérer la carrière. Gérer la carrière où on a un chers qui n'a pas de poste. On a un poste qui a d'autres postes. Parce qu'il pense que la carrière de lui est grande, ouverte. Mais il n'y a pas d'opérateur, opérateur, dans la place. Donc la gestion de carrière, mais je m'en mène en d'artivat mouvacher la planification des ressources humaines. Les étapes de la planification des ressources humaines. أول حاجة collection et interprétation d'information. La collection d'information هو أننا نجمع المعلومات. نجمع المعلومات على من؟ على لي بوست، على لو نومبر دي دو بيرسونيل اللي عندنا، لو نومبر ديال لي بيرسونيل اللي غنحتاجو اكسيتيرا. prévention des emplois. prévention طبعا شنو قلنا prévention هو التنبؤ على هاش شحال غادي نحتاجو في العمال اكسيتيرا. Évaluation en quantité et en qualité. Évaluation, يعني هاد العمال اللي غادي نعيطو له شحال العدد ديالهم وشنو هما لي كاليتي ديالهم. ارتباطا بمن؟ ارتباطا بكوليكت اي انتربريتاسيون. كنمشي نسقسي المدير د الشؤون الاداريه، مدير د لا برودكسيون، مدير كنجمع المعلومات. شنو ناقصك؟ شنو خصك؟ انت نعرف الاهداف د الشركه، قولي شنو ناقصك. راه خصنا نوصلو لو شيف دافير فلان فلاني، شنو ناقصك؟ كاينه شي حاجه؟ كاينه. كنجمع المعلومات، من بعد مباشرة كنحدد العدد ديال الأشخاص اون تيرم دو كاليتي و اون تيرم دو كونتيتي. ايفالياسيون دي ديزيكيليبر هو اللي قلت لك طبعا كنحتاجو لا فورماسيون، كنحتاجو
la gestion de la carrière, باش نتفاداو ديك لا بينوري اكسيتيرا. باياش بلا فورماسيون ديال لي بيرسونيل ديالنا. شوا اي الابوراسيون دي موزور موزور يعني غنعملو هادي وهادي وهادي وهادي. الابوراسيون دو بلان ديفيكتيف الابوراسيون دو بلان ديفيكتيف هو طبعا داك الجدول اللي كيكون في الاخر. ها لا بلانيفيكاسيون ها ليفيكتيف اللي خصنا الكادر الفلاني الكادر الفلاني خصنا لا فورماسيون خصنا 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 كيتسمى طبعا لو بلان دو فورماسيون لو بلان ديال لي ريسورس هيومان او ما يسمى لو طابلو دو بور او نيفو دو لا بلانيفيكاسيون دي ريسورس هيومان. جيسبر بان هاد لا فيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. نسالكم دعاء اخوتي والله يحفظكم.